ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين. عايز اقول لك بجد ما شاء الله، انا طلعت بره لقيت حاجات بجد تحفه وستايلات جميله جدا، حاجات ميرسي بجد جدا، عالميه. ميرسي جدا. طب الناس لو حابه تتواصل معاك تتواصل معاك ازاي؟ على الاكونت بتاعي. ممكن قولوا لنا تقولي كده. رحمه الهواري. رحمه الهواري. آه. طيب ممكن نبدا كده نشوف العرض نشوف بتاعك. العروض. اتفضلي اوكي يلا بينا. طب ممكن تشرحوا لنا كده، قولوا لنا اشرحوا لنا بالظبط عباره عن ايه؟ هو دريس الماتيريال بتاعته كلها متطرزه، هي القماشه اصلا هي مشغوله بالترتر السيلفر والظهر مفتوح وقصير. لو جالك حد معين بجسم معين وعايز سيستم معين بتقدري تعمليه ولا؟ طب حضرتك بتختاري القماشه ولا ممكن هو متاح ليه ان هو يختار القماشه؟ لا هو يفضل ان انا اختار القماشه لان كل جسم بيحتاج ماتيريال معين. يعني بتقدري تعملي للرفيع للتخين اللي بعديه؟ اه تمام. واسعارهم؟ حسب الماتيريال تمام. والشغل. الله ده جميل جدا. ده جميل ما شاء الله. ده الله صيني. عليك جميل جدا. قمر. ده ما شاء صيني. الله جميل جدا. تحفة. جميل. انا عايز اقول لك ما شاء الله عليكي، ده حاجة من اوروبا بجد. جميل. لا بجد جميل جدا. طب حاجة زي كده ممكن تمشي مع جسم مليان عنها شوية؟ تقريبا. حسب ده كده رجعنا للتسعينات. ايه الشياكة دي؟ ايوه بجد. ده جميل جدا ده. تحفة والوانه جميلة لا جدا. لا بجد ما تعبتيش فيه؟ ده انا حاسس تعبت فيه جدا. وممكن يتعمل لطفلة؟ يتعمل. انا كنت عاملاه لبنتي لطفلة. بجد يبقى شيك قوي. الله اكبر جميل جدا. جميل ما شاء الله زي القمر. هو كمان الاكستنشن بيتشال. ممكن يتشال. يتشال فعلا. ممكن تبقى جامب سوت كده لوحدها. او ممكن يتلبس بقى يعني اللي عايزه تلبسه يبقى جميل قوي. في محجبات بيبقوا مش عايزين يلبسوا الجامب سوت كده لوحده فبتلبس الاكستنشن، وفي اللي هو عادي مش محجب. جميل ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي. ميرسي ثانك يو. اللي بعديه ايه؟ ده هندي. ده هندي. ايوه جميل تمام. جميل ما شاء الله. دي البنوته صغننه الهنديه بس ده متهيألي محتاج ممكن جسم معين. بس ممكن للكبار برضه. هو طبعا في للكبار بس يبقوا الاجسام فرنسي شويه. تمام. جميل ما شاء الله ما شاء الله. بتعملي تصميمات للمحجبات؟ طبعا بعمل اي ده سواري. ده سواري. جميل ما شاء الله. دخلت معاكي وقت قد ايه؟ اسبوع. اسبوع؟ ده اسبوع بالظبط؟ ما شاء الله جميل. ده ممكن نفس الديزاين تدخلي معاه اي حاجه بحيث ان واحده محجبه تلبسه؟ تمام. انه مش هيبقى مفتوح من فوق، يبقى متبطن شويه. اللي بعديه القصه هتختلف. تقدري تعملي ايه تحت مثلا لو واحده محجبه؟ لا مش هيبقى مفتوح. لكن مقفول بس. مش هيبقى. انا شفت ده برضو ممكن ينفع يونيفورم. ينفع يونيفورم وينفع بس شركات مش هيبقوا لابسين قصير. ده ممكن الشركات الكبيرة. الديزاين ده ممكن يمشي منه طويل شوية أطفالي، وممكن تمشي واحدة يبقى قصير من قدام. نفس الديزاين بس أطول شوية. ممكن الدانتيل ده يبقى طويل والبطانة تبقى قصيرة. المشاهدين دلوقتي شايفين حبوا مثلا حبوا الديزاين ده أو الديزاين ده يجيبوه إزاي؟ يتواصلوا معايا على الماسنجر. عن طريق الفيس. عن طريق. ممكن تقولي تاني؟ رحمة الهواري. تمام رحمة الهواري. اسعارك بقى متاحه بالنسبه لجميع الطبقات ولا طبقه معينه بقى؟ لا في وفي. هو كله على فكره بتبقى يعني ديزاين زي ده مثلا يعني ده يعمل حلو كام قوي. مثلا ده يعمل في حدود 800 بس. حلو اسعار حلوه على فكره. اسعار حلوه. وعايز اقول لك اللون بجد 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 جميل جدا. وممكن يمشي محجبات برضو على فكره. ممكن يمشي تونيك ويتلبس تحتيه كلون وممكن يتلبس تحتيه بنطلون وبليزر. يعني في ناس اخذته مني كانت لابسه كلون وعليه بليزر. طب الاشيك ان انت تعملي له بودي ولا يبقى من لا نفس لا القماشه؟ لا انا ما بحبش البودي. ولا انا بيبقى شكلها مش حلو. بتغير نفس بتغير. الله ايه الجمال الله. ده ده جميل جدا ده. ميرسي. عسل ما شاء الله. ما شاء الله القمر ده جميل جميل جميل. ده ممكن برضو يمشي طويل صح؟ وده بيمشي شركات وده يمشي جسم مليان شويه على فكره الستايل ده صح؟ يعني شويه. عايز لازم اقول لك تهتمي بالتخان شويه. جميل جدا ما شاء الله. ايه الشياكه دي؟ ثانك يو. لا عبال ما تلبسيه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. خد معاكي قد ايه الفستان؟ ده اخد مني 3 شهور. 3 شهور؟ لان كل الاستراكشر. اشرحي لنا كده الفستان عملتيه ازاي وبداتيه ازاي والفكره. فكرته ان انا كنت بحج. ما شاء الله ما شاء الله. وجات لي الفكره وانا هناك.